صراحة أنا جد متأثر، جد متأثر هاد اللحظة. ما عرفت ما نقول، لأنه إحنا في واحد النشاط ماشي عادي، واحد النشاط عنده بعد إنساني أكثر، واحد النشاط كنحسو من خلاله بالمعاناة الحقيقية ديال الأسر وديال الأهالي والعائلات ديال المفقودين. ماشي ساهل كي قال السي المكي، ماشي ساهل أزيد من 50 يوم وأنت ما عارفش ولدك فين هو، ما عندك حتى معلومة. هاي مؤخرا المسألة بعدا راه ماشي بالصورة غير في الملف ديال العطاوية، راه كاين الملف ديال العطاوية، كاين الملف ديال الجبير، كاين الملف ديال الوناسة، كاين واحد العدد ديال الجماعات. وهذه الجماعة وهذه الظاهرة مع الأسف كتدي خيرة مع عندنا اللي هما الشباب اللي هما ولادنا في مقتبل العمر. أنا كنشوف الصور ديالهم، هذا هو المستقبل ديال البلاد. إلا مشاو هادو فين غادي البلاد بعدا؟ وثانيا ما غاديش نضربو الشيء في الغربال. اليوم المسؤولية ديال الدولة تافهة وباينة واضحة، لأنه يستحيل أنه عندنا في الإقليم شبكات ديال تجارة البشر ومعروفة، ما كيناش نغمضوا عليها العين. الدولة كتحمل المسؤولية ديالها جوج ديال المستويات. المسألة الأولى أنها الدولة فشلت فشل ذريع في احتواء هاد الشباب، ما قدرش توفر لهم فرص الشغل ويجلسوا في بلادهم. على كل هاد الشباب لقاو فين يخدموا، لقاو ما يديروا في بلادهم. واش كيقولوا بالدارجه، واش كيجيب الشكاوى من دار العزل؟ راه الناس كيمشيو تما وكيقطعوا الفرن من راسهم في قواعد الموت، لان هاد البلاد ما كاين ما يدار. بالتالي راه المشكل الاصل ديال المشكل هو هذا، مسؤوليه الدوله بمختلف المؤسسات ديالها والقطاعات ديالها والمجالس المنتخبه الفاسده هي اللي وصلتنا لهذا الوضع، هي اللي وصلتنا تولي حياتنا ترخص من واللي الشاب في مقتبل العمر يمشي له راسه في البحر يوصل ولا ما يوصلش باش يبدل هذا الواقع، لانه يعني كيحس براسو هو اصل ميت. لكن لا خدمه لا تاحنا تاع الصباح، احنا ولاد البلاد ولاد البلاد وكنشوف. هذا جانب، الجانب الاخر واللي مسؤول عليه الدوله ومسؤول عليه وكنتمنى لان هذا النشاط ما درناش غير باش نقولوا راه درنا لقاء وتلاقينا مع الناس وفقط. هذا النشاط بغيناه يخرج بنتائج، بغينا كي قال الرفيق الجديد في الختام ديال الكلمه ديالو، بغينا تكون جلسه عمل وتفطروا الاليه ديال الاشتغال. ناكدوا لكم حنا كحزب الشارع الموحد معنيين بهذا الملف، وغادي نبقاو متابعين هذا الملف حتى تفهم الحقيقه. رانا غادي لا نتلاقاو اللي متفرقوا حتى ولا والو، قلوبنا معاكم وقلوبنا على بلادنا. وبالتالي راه هذا الملف راه هزيتو معايا حنا قبل ما تهزوه نتوما، راه كي كتحسوا به نتوما غادي تهزوه.